مشاركتنا طبعا جايين عشان ندعم فخامه الرئيس وندعم لمستقبل افضل مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا شايفين في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله في تطور، وفي يعني البلد داخله على يعني على على وضع تاني ونظام جاي افضل. يعني احنا عايزين نقول فخامه الرئيس كمل مشوارك وبندعم فخامه الرئيس، واحنا بنقول اصلا ان ما يصلحش اي حد في الفتره اللي احنا فيها ديت والحرب بفلسطين واللي احنا فيه، ما ينفعش حد كان يقود البلاد غير سياده فخامه الرئيس. تمام يا فندم. ما هي دي فعلا المهم يا فندم، كمان في المؤتمر يبقى فيه معلومه لتثقيف المواطن من ناحيه ان هو، لان في ناس كتير انا هدخل لحضرتك يعني يقول لك هو كده كده الرئيس ناجح. لا، احنا لازم نشارك. لا، احنا عايزين الحته دي برضه. لا سيادتك، احنا مش هنقول ان الرئيس ناجح، احنا لازم نوري العالم العربي والعالم الخارجي وان احنا ان الرئيس نازل ونازل لنجاح بدعم الشعب، والشعب هو والشعب هو اللي اكبر سياده الرئيس ان هو ينزل الانتخابات. وسياده الرئيس لو واحد تاني كان هو تنحى عن المهمه الرسميه الصعبه اللي محدش يقدر يتحملها غيره في الوقت اللي احنا فيه، محدش يقدر يتحمل المهمه دي غيره. طيب حضرتك يعني سمعت حضرتك نقيب الفلاحين بالشرقيه ولا ايه؟ نقيب الفلاحين بابو كبير، نائب نقيب الفلاحين بابو كبير. طيب برضو اكيد برضو يعني احنا حمله او يعني الفلاحين رايهم ايه؟ او احنا بنعمل دورات تثقيفيه وبنعمل ندوات للفلاحين، بنوعيهم برضو على ان هم يشاركوا في الانتخابات. أيوة. مع فخامه الرئيس ينزلوا ويشاركوا وما بيقولوش، وما فيش حد يقول ناجح، كلمه ناجح ديت احنا مش عايزينها، احنا عايزين مشاركه فعاله على ارض الواقع. اعزائي المشاهدين، فعلا دي يعني المقوله اللي احنا عايزين نوصلها للناس في ثقافه المواطن، ان انت لازم تشارك. فخامه الرئيس ناجح، لازم تنزل تشارك، عايزين العالم كله يعرف ان النجاح ده بالاجماع. تمام. كلمه اخيره بقى تحب تقولها؟ اقول شرفتوا ابو كبير واهلا بيكم في مركز ابو كبير في الشرقيه، واحنا بندعم فخامه الرئيس وبنرحب بالساده الضيوف اللي حضروا، المستشار عزت البرقي والناس.